مرة تانية معاكم من ميدان السلام من محافظة بورسعيد ومن ميدان الشهداء، ننقل لكم كل ما هو جديد فيما يخص العملية الانتخابية لاختيار المصريين لرئيسهم القادم. معنا المهندس مصطفى سيف أحد رجال المجتمع البورسعيدي وأحد القيادات المجتمعية في محافظة بورسعيد. المشهد اللي انت شايفه النهاردة ده بيمثل لك ايه؟ احنا المشهد اللي احنا فيه من امبارح والنهاردة وبكرة ان شاء الله بنصدره للعالم، بنقول له دي مصر، دي مصر، مصر ورا رئيسها، مصر اما رئيسها هيأمرهم بشيء هينزلوا ياكلوا الاسفلت، مصر ام الدنيا، مصر اللي ربنا ذكرها في القرآن 5 مرات مباشر بكلمة مصر و28 مرة غير مباشر، مصر ام الدنيا، مصر بنقول للعالم مصر هي ورا الرئيس، مصر ورا رئيسها، مصر بتنتخب رئيسها، مصر دايما متصدرة المشهد. بنقول للعالم كله تعالوا شوفوا مصر عاملة ايه، شوفوا مصر ورا رئيسها، عشان احنا مش مشهد انتخابي فقط اكتر من احنا بنصدر مشهد للعالم، بنقول له احنا موجودين، مصر موجودة، مصر ورا رئيسها، مصر اللي هتحمي ان شاء الله الأمة العربية، وان شاء الله مصر هي ام الدنيا وهتبقى قد الدنيا. مهندس مصطفى، يمكن المشهد اللي احنا فيه من امبارح في محافظة بورسعيد في المدينة الباسلة اعاد للمصريين اذهان خروج اهالي بورسعيد في 30 يونيو، النهاردة احنا في ميدان الشهداء، شايف مشاركة المرأة المصرية اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا لوضعها في مكانتها الطبيعية منذ توليه قيادة مصر، شايف النهاردة بيقولوا ايه؟ من اول ما تولى السيد الرئيس وهو بيراهن على المراه ان دايما المراه هي اللي بتقود، وما ننساش وراء كل عظيم امراه، فهي المراه موجوده والراجل موجود، واحنا وراك يا رئيس في اي شيء، احنا وراك في قراراتك، احنا وراك، دايما بنقول المصريين ما لهمش حل، ما لهمش شفره، الشفره عندنا احنا بس، والمصريين هم دايما بيثبتوا وجودهم في كل مكان وفي كل وقت وفي كل زمان، واذا كان المشهد ده موجود في بورسعيد فهو موجود برضو ايضا في جميع محافظات مصر، مصر كلها طالعه وراك يا ريس. المهندس مصطفى سيف، اخيرا من ميدان السلام رساله بتوجهها لكل الشعب المصري في كل محافظات مصر من ارض المدينه الباسله، واحنا النهارده اليوم الثاني، بتقول لهم ايه عشان ينزلوا ويشاركوا؟ رساله من المدينه الباسله، بنقول مصر كلها ان شاء الله تنزل في مشهد انتخابي يليق بينا، في مشهد نصدره للعالم، احنا بنصدر مشهد للعالم دلوقتي، بنقول له هي دي مصر وهي دي رئيس مصر، واحنا ورا رئيسنا في كل قراراته ان شاء الله. معاكم وما زلنا متواصلين من المدينة الباسلة، ننقل لكم كل ما هو جديد فيما يخص الانتخابات الرئاسية واختيار المصريين لرئيسهم القادم 2024.